طيب، من اخبار النادي الاهلي خلينا نروح لجريده اليوم السابع سريعا ومراسلتنا روزان ناصر، نتابع اهم الاخبار الرياضيه والعالميه والمحليه ونعرف كده اخر برضو اخبار المنتخب من روزان، وهيكون معاه الاستاذ رامي عبد الحميد هو الناقد الرياضي في جريده اليوم السابع، عايزين برضو نعرف منها اخر الاخبار الخاصه به يعني الدوري الانجليزي. روزان صباح الخير في البدايه، واكيد صبح لنا على ضيفك، اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في يوم في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة، وهنبدأ فيها بأهم العناوين من جريدة الوفد. المنتخب يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيا وتوافد المحترفين على المعسكر. من جريدة الشرق الأوسط، تشيلسي يعود إلى سكة الانتصارات ويتخطى ساوثهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي. من موقع اليوم السابع، ليفربول يواجه مانشستر سيتي اليوم في قمة مرتقبة بالدوري الإنجليزي. وأخيرا من جريدة الجمهورية، برشلونة يغازل بطل أوروبا. طبعا تفاصيل كل الأخبار دي هيكلمنا فيها الناقد الرياضي بجريدة اليوم السابع الأستاذ رامي عبد الحميد. طبعا بصبح عليك في البداية ومنور شاشة قناة الأهلي، خليني أبدأ مع حضرتك عن آخر استعدادات المنتخب. صباح الخير لحضرتك وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. هي طبعا استعدادات المنتخب بدأت منذ فترة يعني قصيرة بعد توقف الدوري الممتاز. الحقيقة يعني يمكن القائمة اللي أعلن عنها مستر كروش كانت يعني فيها نوع من التوازن في الاختيارات وفيها نوع من الأمور الجيدة. أنا بشوف أن كل الناس اللي بتنتقد مستر كروش باستبعاد محمد شريف ومجدي أفشة من لعيبة النادي الأهلي، أعتقد أن دي نقطة إيجابية بالنسبة للاثنين، ان هم ياخدوا قسط من الراحه، ياخدوا نوع من الهدنه مع نفسهم، لان هم بذلوا مجهود كبير جدا خلال الموسم اللي فات. فاعتقد ان عدم تواجدهم في المباراتين دول هيفيدهم كويس قوي، هيديهم نوع من الاريحيه، هيدي فرصه برضو للجهاز الفني ان هو سواء المنتخب مصر او النادي الاهلي يستفيد منهم على مدار الفتره اللي جايه. الاثنين لعيبه كبار، لعيبه بيمثلوا سواء على المستوى الدولي بالنسبه للنادي الاهلي او مستوى منتخب مصر. اعتقد ان دي فرصه كويسه للاثنين، مش نقطه سلبيه خالص زي ما الناس كلها شايفاها، لكن يبقى ان مباراتنا مع ليبيا مباراه يعني غايه في الاهميه، غايه في عنق الزجاجه ان شاء الله اللي في التصفيات. ربنا يوفق ان شاء الله منتخبنا ويوفق الجهاز الفني بقياده مستر كروش ان يعني الامور تتحسن والنتائج تبقى افضل احسن من الماضي. ان شاء الله نتمنى الفوز والتوفيق بالنسبه لمنتخبنا في المباراتين قدام ليبيا ان شاء الله. تشيلسي طبعا بيتخطى ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي، ايه رايك في اداء تشيلسي في الدوري؟ هو الحقيقه الدوري الانجليزي الموسم ده يعني قوي جدا، طبعا بعد انضمام يعني لعيبه كبار للدوري الانجليزي زي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، في تشيلسي زي ما حضرتك بتقولي لوكاكو، في مجموعه كبيره في تشيلسي برضو انضمت للفريق، وتوماس تخيل الحقيقه مدرب هادئ ومدرب يجيد التعامل وخد خبرات كبيره جدا في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان. فاعتقد ان المنافسه قويه جدا لتشيلسي ومعاهم ليفربول ومانشستر سيتي، لكن تشيلسي بيقدم اداء جيد جدا جدا، تصدر امبارح، لكن يبقى النهارده احنا منتظرين مباراه اليوم في استكمال الجوله. اعتقد ان هيبقى في تغير في جدول ترتيب المسابقه بعد مباراه ليفربول ومانشستر سيتي. يعني كمان النهارده ليفربول هيواجه مانشستر سيتي في مباراه مهمه جدا، توقعاتك لهذه المباراه؟ لا طبعا هي مباراه يعني قمه زي ما بيقولوا، اهم فرقتين في الدوري الانجليزي، اهم فرقتين في اوروبا حاليا، مدربين على اعلى مستوى يورجن كلوب وطبعا بيب جوارديولا. ليفربول عنده طموح ان هو ينافس على البطوله مبكر يعني، وعايز ياخد اللقب ويستعيد اللقب مره ثانيه اللي حصل عليه مانشستر سيتي. مانشستر سيتي يمكن جوارديولا اتكلم على ان اهم فريق بالنسبه له هو المنافس الحقيقي هو ليفربول. فاعتقد ان المباراه النهارده هتبقى ممتعه لكل اللي بيتفرجوا على الدوري الانجليزي. نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق لليفربول عشان محمد صلاح طبعا اكيد، والتوفيق لمحمد صلاح ان هو يحقق ارقام متميزه في الدوري الانجليزي ان شاء الله. كلمنا اكتر بقى عن رايك في مدرب تشيلسي لقياده البارسا.
يعني توماس توخيل طبعا مدرب تشيلسي، مدرب على مستوى عالي جدا، واعتقد ان هو تطور خلال الفتره اللي فاتت كلها. ولكن برشلونه امبارح طبعا خذل جماهيره، خذل محبيه، في ان هو يعني خساره ثانيه في الدوري الاسباني امام اتلتيكو مدريد. اعتقد ان برشلونه بيمر بظروف صعبه جدا في الموسم ده، وعليه ان هو يعيد ترتيب الاوراق من جديد، وعليه ان هو يشوف بدائل عشان يكون فريق يستطيع ان هو يحصل على الدوري. بالطريقه دي اعتقد ان برشلونه هيبقى بعيد جدا عن المنافسه على اللقب قدام ريال مدريد وقدام اتلتيكو مدريد. توماس توخيل ما اعتقدش ان هو ممكن يسيب تشيلسي عشان يروح برشلونه في الوقت الحالي، خصوصا ان برشلونه في مرحله انعدام وزن في مرحلة هبوط، فبالتالي هو محتاج ان هو يبدأ مع الفريق بعناصر مميزة ويقدر ان هو يجيب لعيبة على مستوى عالي. لكن اعتقد في الفترة دي توماس توخيل من الصعب ان هو يسيب تشيلسي ويروح برشلونة. يعني مشكورك جدا الأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي بموقع اليوم السابع. دي كانت كل الأخبار هنا من موقع اليوم السابع، بشكركم جدا وعودة لكم مرة ثانية. واحنا بنشكرك جدا يا روزان، وبنشكر ضيفك اكيد، وبرافو عليكي ان انت عامله الاجراءات الاحترازيه ولابسه الكمامه، الموضوع فعلا مش بسيط. وشكرا كمان لزميلتنا العزيزه سالة حامد، شكرا ليكم.